وجبات البسطاء الرئيسية والأطباق الشعبية الأشهر في مصر، الفول والكشري، تطالهما تبعات الأزمة الاقتصادية لتستمر الأسعار في الزيادة. كثيرون تأثروا بشدة وآخرون يحاولون التعايش. سواء غني أو فقير بيأكل كشري، الأسعار بتاعتنا ما يعني معقولة. بالنسبة للأطباق في 15، في 20، في 25، في طبق فوق الـ40. هي أسعار البقوليات زادت شوية، بس بالنسبة لنا إحنا ما نقدرش نرفع السعر عشان خاطر الزبون أساسا مش مستحمل. شكاوى الأسر المصرية تزايدت خلال الآونة الماضية، فمن الخبز وحتى اللحوم. موجة ارتفاعات أجبرت العديد من الأسر إلى تغيير نمط الحياة لمواجهتها. أنا ببيع كبدة وسجق مدخن وسجق مفروم، الريوب بـ6 جنيه، من بعد ما الحاجة غلت والريوب كان بـ4 جنيه و5 جنيه، فاحنا يعني الشهرين اللي فاتوا كل حاجة غلت فغلينا الجنيه دوت عندنا احنا، بس الحمد لله ماشية. كل يوم الحاجة بتغلى، احنا كنا بناكله من ايام ما كان بـ75 قرش ونص جنيه، دلوقتي بقى بـ6 جنيه و7 جنيه. في واحده قدام هنا بـ10 جنيه سندوتش، الواحد بـ10 جنيه، كبده فراخ وكبده لحمه وحاجات كتير، يعني بـ10 جنيه السندوتش، هم عندهم بـ6 جنيه دلوقتي. فالحاجه كلهم بتغلى، نصحى ونقول ننام ونصحى نلاقي الحاجه غلت. تراوح ارتفاع اسعار المحاصيل الزراعيه والبقوليات فقط في العامين الاخيرين بين 20 إلى 30% في الأسواق المصرية، الأمر الذي يحتم على السلطات فرض مزيد من الرقابة على الأسواق للحد من التلاعب بالأسعار. التضخم الخارجي انتقل للدولة المصرية نتيجة عملية الاستيراد أو فاتورة الاستيراد الباهظة الموجودة في لدى الدولة المصرية من العوامل الداخلية اللي أثرت على معدلات التضخم أو أدت إلى ارتفاع معدل التضخم، هو انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار، تم التعويم، وبالتالي كان هناك تسعير للسلع والخدمات في مصر بشكل جديد من التجار، وبالتالي ارتفعت الأسعار داخل الدولة المصرية. الجزء الثاني وده برضو مهم، اللي هو السياسات الاحتكارية والممارسات غير الشريفة للتجار أو كثير من التجار في مصر. أزمة كورونا والحرب الروسية على أوكرانيا وتحرير سعر صرف الجنيه المصري من أسباب تباطؤ النمو والانتعاش الاقتصادي، ما دفع الحكومة لإطلاق خطط وبرامج لمساعدة المواطنين على تخطي تداعيات الأزمة. مظاهر التضخم باتت جلية في السوق المصرية، فحسب الإحصاءات الرسمية فإن معدلات التضخم تواصل ارتفاعها مقابل تراجع القوة الشرائية، الأمر الذي بات يسبب ضغطاً على حياة الأسر المصرية. مي عدلي، الحرة، القاهرة.